أعرف أن الوقت ضيق وحقيقة أحرج كثير من هذا التكريم. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لراعي منتدى الثلاثاء الأستاذ جعفر الشايب على نصب هذه المنارة الثقافية في المنطقة، والتي أصبحت مقصدا لرواد الثقافة والأدب والاجتماع والفن، والتي تضيء أنوارها عاليا في كل مناسبة حقوقية فتحتفي بها منوهة وذاكرة لموضوعها. عندما أبلغت بهذا التكريم تأملت في تجربتي باحثة عن مواطن فرادتها، وحين تذكرت هذا المكان والحضور النسائي المميز الذي أراه في كل مناسبة هنا، وقارنته بوضع المرأة في مطلع التسعينات حين انخرطت في الشأن الاجتماعي، لمست كم كنت محظوظة في صناعة هذا الفارق عن طريق مواجهة التحديات المجتمعية وندرة الموارد وافتقاد النماذج. لقد كانت تجربة انخراط المرأة في الشأن العام تحديا كبيرا يتطلب انتزاع دورا لها وكسر الإطار الذي ضيق أفقها ضمن نطاق رتيب ما بين الدراسة والوظيفة ومهام الأسرة والمجاملات الاجتماعية. كانت حياة المرأة في هذاك الوقت أشبه ما يكون بخط التعبئة والتقليف التي تمر به المعلبات على خطوط الإنتاج في المصانع، فأما تكون طالبة وموظفة أو ربة بيت، مسارين لا ثالث لهما. كان غياب المرأة مألوف عن الشأن العام، والتحدي كان في إحداث تغيير ثقافي واجتماعي يكفل لها الحق في التعبير عن ذاتها وممارسة أنشطتها. ولطالما كنت أتابع عبر المجلات الاجتماعية الخليجية وأقرأ أخبار الجمعيات النسائية ودورها الرائد وأنشطتها المختلفة وأعقد المقارنة بين تلك المجتمعات ومجتمعنا. وكانت البداية حين بادرت بمناقشة الموضوع مع عمي الحاج أحمد عبد الله الشافعي، وهو أحد مؤسسي جمعية سيهات وعضو مجلس إدارتها آنذاك، والذي آمن بفكرة تمكين المرأة وانخراطها في العمل الاجتماعي، وبارك هذه الخطوة رئيس الجمعية في هذاك الوقت المرحوم الحاج عبد الله المطرود رائد العمل الاجتماعي. لقد كان التحدي آنذاك هو انعدام إمكانية تأسيس جمعية نسائية، مما دفعنا نحو تأسيس لجنة نسائية تحت مظلة الجمعية. خطينا على درب التأسيس نفس الخطوات لتأسيس أي جمعية بتشكيل مجموعة مؤمنة بالفكرة وتعقد لها اجتماعات عدة للتأكد من جدية المجموعة. في هذه الأثناء كنت أطوف على الزميلات والمعارف أقنعهم بهذه الفكرة. كنت كأم تعرف ملامح وليدها قبل أن تنجبه، كان لدي إيمان شديد بالفكرة وبالقدرة على الإنجاز. وكان يشرف على هذه المرحلة من مكتب الإشراف النسوي الأستاذة مليحة الجشي، التي أخذت بأيدي على هذا الطريق خطوة بخطوة. وكانت اللجنة النسائية التابعة للمركز الخدمة الاجتماعية بقيادة الأستاذة سميرة القطري أول محطات التعلم التي حضرنا لها. أتذكر أن ابني حسن الذي يبلغ اليوم عمره 29 سنة يحبو على أرض قاعة الاجتماعات، كان يدوس ويكسر بأيديه البسكوتات التي كنت ألهيه بها أثناء الاجتماع. وبدأ الأمر جاد، وكان لابد أن يكون لنا مقر، فكان مقر اللجنة النسائية عيادة للجمعية، يمكن إلى الآن عمرها يمكن يقارب عمري. وكان الرهان من قبل مجلس الإدارة في الجمعية على ماذا سنفعل بهذا المكان كله، والمكون من 8 غرف وقاعة متعددة الاستخدامات. كان بعض الأعضاء يرى أن مجرد غرفتين كافية لهذه اللجنة الوليدة، لكن تشكلت اللجنة النسائية، وهي أشبه ما تكون بجمعية نسائية مصقرة بأربع برامج رئيسية تنترج تحتها الأنشطة المختلفة، وهي البرنامج الثقافي والبرنامج الاجتماعي وبرنامج الطفولة والأمومة وبرنامج العلاقات العامة. كانت الصديقة والزميلة من المسكين مشرفة على برنامج العلاقات العامة، والسيدة عروبة النصر المتواجدة الليلة معنا على البرنامج الثقافي، وعواطف الشافعي على برنامج الطفولة، والسيدة زهراء على خليفة على البرنامج الاجتماعي. كان المجتمع آنذاك أشبه بالأرض الجدباء المتعطشة للمطر. كانت باكورة أعمالنا افتتاح نادي صيفي للأطفال عام 92 بعد التأسيس مباشرة، وكان أول نشاط ممنهج للأطفال في المملكة. أيضا كان افتتاح مركز تدريب للسيدات، اليوم اللي هي مراكز التدريب الشائعة. كان هذاك الوقت تحدي كبير أن تتخرط السيدة في أي برنامج تدريبي، كان هو الطفرة الحدث، حيث كان النشاط التدريب المتاح آنذاك تعلم الخياطة فقط. افتتحت فصول تعليم اللغة الإنجليزية، وكانت بمساندة مركز تعليم اللغة الإنجليزية في شركة أرامكو، وفصول تعلم الآلة الكاتبة التي استبدلت لاحقا بفصول الحاسب الآلي، إضافة إلى فصول التجميل والفن التشكيلي وإعداد مربيات رياض الأطفال والأعمال اليدوية والمهارات الإدارية والمهارات في الكتابة الأدبية.
إلى جانب نشاط التدريب كان هناك النشاط الاجتماعي الذي زاورته المرأة لأول مرة في تقصي أحوال الأسر والبحث الاجتماعي لها، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والمهرجانات الخيرية والأطباق الخيرية أيضا. المميز في هذاك الوقت كان نشاطنا الثقافي والذي انفتحنا فيه على المنطقة بأسرها، حيث كنا حريصين على استضافة أي كفاءة يمكن أن تقدم فكرا مميزا للمجتمع. كنا شغوفين بإقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية رغم الإجراءات البيروقراطية التي تفتك بأي حماس مهما كان عاليا، لكن تدربنا على مراوقته، فاستضفنا رموزا أدبية بارزة على الساحة الوطنية مجسرين العلاقة بين منطقتنا وكافة المثقفات كالكاتبة قماش العليان والشاعرة سارة الخثلان والمستشارة التربوية نوال الحسن، أحلام القصيبي والكاتبة الروائية نجيب الموسوي والدكتورة رضوى إبراهيم والعديد من شخصيات المنطقة. لقد ساعدنا هذا الانفتاح على أثراء برامجنا وتنوعها. شكرا لك الأستاذة منى. السيرة طويلة والنشاط ويعني للإنجاز في جميع الصيحات. أختم فقط بالدرس الجميل من هذه التجربة، أن ما أقدمه للجميع هو أن مهما كانت المصاعب ومهما تعثر ومهما كان حجم تأثيره، إلا أنه إضافة إلى التراكم الذي ستبني عليه الأجيال القادمة تجربتها. وكما كانت جهودنا صناعة للفرق في مجتمعنا، فجهودكم اليوم أيضا ستكون كذلك. أيضا ما كنا نزاوله ذاك الوقت من التدريب اللي هو اليوم نعرفه باسم التمكين للمرأة، وما كنا ندعو فيه إلى المشاركة للمرأة في الشأن الاجتماعي، هو بادرة إلى مشاركة المرأة في الشأن العام اليوم. شكرا لكم. شكرا لك. تتفضل الأستاذة للتكريم.